عن ازاي نحب ربنا. في سفر التثنية اصحاح 6 بيقول تحب الرب الهك من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك. فازاي نحب ربنا؟ انا عايز اقول وجود الايه دي في التثنية 6 لها معنى معين بالذات. يعني ليه؟ لان في التثنية اصحاح 5 موجود الوصايا العشر. فبعد ما جاب الوصايا العشر في تثنية 5 لخصها في تثنية 6 بجملة واحدة: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل نفسك من كل قدرتك. واللي عايز يطلبه ربنا مننا هو هذا، ان احنا نحبه. يعني لما انت تديني قلبك طبيعي ان عيناك هتلاحظ طرق، لكن مش عيناك تلاحظ طرقه انت ما بتحبوش، يبقى فايدتها ايه؟ ربنا ما يقبلهاش. وفي سفر النشيد بيقول حبيبي لي وانا له. والمسيح بيطلب هذا الحب لدرجة بيقول من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقه، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني إلا باقي الكل. وفي رسالة يوحنا الأولى بيقول نحن نحبه لأنه هو أحبنا قبل، أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى من ده. يعني تكون محبة متبادلة. هقول لكم شوية تدريب واللي تقدروا عليه امشوا فيه. عشان تحب ربنا لازم تنشغل بيه. عشان تحب ربنا لازم تنشغل بيه. تنشغل بيه يعني تعطيله من وقتك وتعطيله من فكرك وتعطيله من قلبك. تحب ربنا يعني تفكر فيه وتتكلم عنه وتتكلم معاه. المسألة مش معقدة. لما انت تحب واحد بتفكر فيه كتير، كمان لما تحب ربنا لازم تفكر فيه كتير. لما تحب واحد تحب تتكلم معاه كتير، كذلك ربنا. لما تحب واحد بتتكلم عنه، مش بس تتكلم معاه، تنشغل بيه. فاحنا عايزين تفكر ازاي تنشغل بربنا. في ناس كتير بيقول انهم بيحبوا ربنا وما بيدوش ربنا وقت، او مثلا خادم ينشغل بالخدمة وما عندوش وقت يقضيه مع ربنا. لكن لازم يكون لك وقت تقضيه مع ربنا، تفكر فيه. يا ريت كل واحد فينا يسأل نفسه بيفكر في ربنا قد ايه كل يوم، بيتكلم عن ربنا قد ايه كل يوم، بيتكلم مع ربنا قد ايه كل يوم. في انسان تلاقي ليه هواية معينة باستمرار مشغول بالهواية دي واخدة وقته كله. واحد بيحب واحد بيفكر فيها باستمرار ومشغول بيه. اشمعنى ربنا ده يعني اللي انت ما تنشغلش بيه؟ ده تلاقي واحد ليه رغبة من الرغبات، تلاقي الرغبة دي واخدة كل قلبه مشغول بيها باستمرار، مشغول بيها باستمرار. واحد يلاقي وظيفة خالية فاضية يقدم عليها مشغول بيها باستمرار، كل واحد يكلمه عليها. فياريت برضو انك انت تنشغل بربنا. ان كنت بتحب ربنا خلي ربنا دايما على فكرك، خلي دايما ربنا ايه على فكرك.
كل ما تزداد محبتك لربنا ما يكونش عندك وقت تفكر في حاجة تاني. كل ما يكون محبتك لربنا كبيرة ما يكونش عندك وقت تفكر في حاجة تاني. عشان كده قال تحب الرب إلهك من كل قلب. كل دي تتعمل ازاي؟ الرهبان قدروا يوصلوا للحاجات دي، ان كل وقتهم لربنا فمشغول بربنا باستمرار. لكن انت ازاي تحب ربنا من كل قلبك؟ يمكن دي بالنسبة لك تبدو سؤال عايز حل. تقول لي يعني ايه؟ يعني اسيب شغلي وانشغل بربنا، اسيب بيتي وانشغل بربنا؟ اقول لك لا. حاول انك انت كل حاجة تفكرك بربنا وكل حاجة تعملها من اجل ربنا. يعني حتى لو نمت قل له من اجلك انا بنام، عشان لما نام اصحى فايق افكر فيك. انا بخدم من اجلك انا بخدم. في فرق بين واحد بيخدم من اجل الخدمة وواحد بيخدم من اجل ربنا. واحد بيخدم ومحبة ربنا مالية قلبه، عايز الناس يحبوا ربنا وهو من محبته ربنا بيحببهم فيه، وواحد بيخدم كناحية من نواحي النشاط، الظهور، العمل الكنسي، لكن يمكن ربنا مش على باله خالص في كل الخدمة. فياريت ان كنت عايز تحب ربنا خلي كل عمل تعمله من اجل الله بتعمله. بتقرا الكتاب تقول له يا رب مش من اجل المعلومات، انا من اجلك الكتاب ده بنشغل بيه وبقرايته، وكل كلمه اخدت منه تزودني في محبتك وبس. حاول تشعر بالإحساس بوجود الله معاك والإحساس بوجودك مع ربنا. ساعات ربنا بيكون معاك وانت مش حاسس بيه، زي ما القديس أغسطينوس بيتكلم عن أيامه الأولى قبل التوبة، قال له كنت معي ولكنني من فرط شقوتي لم أكن معك. انت كنت معي بس أنا ما كنتش معاك. او زي ما المسيح ظهر لتلميذي عمواس وهم مش حاسين بيه، مش فاكرين ان هو ده المسيح. او ظهر لمريم المجدلية وهي فاكراها البستان ومش حاسة بيه. انا عايزك تشعر بوجودك في حضرة الله وبوجود الله في حضرة في معك. يعني كلمة لطيفة جدا قالها ايليا النبي، بيقول حي هو رب الجنود الذي انا واقف امامه. الى اي مدى انت بتشعر انك واقف قصاد ربنا؟ الى اي مدى انت بتشعر انك واقف قصاد ربنا؟ حاول انك تشرك ربنا معاك في كل عمل عشان تحب ربنا وتتمتع بوجوده. حاول انك انت تشرك ربنا معاك في كل عمل. وكل عمل اتصل بربنا ودخله في الموضوع. يعني ايه مثلا؟ يعني انت رايح لشغلك او رايح لمدرستك لكليتك لامتحانك زي ما تكون رايح، قبل ما تخرج من البيت تقول له يا رب انا رايح الشغل ده يا ريتك تكون معايا فيه، وهقابل فلان وفلان يا ريتك توفقني في الكلام معاهم وتعطيني نعمة معاهم. تخرج من البيت قبل ما تخرج تقول له يا رب أنا سايب البيت ده في رعايتك، وتمشي في السكة تقول له يا رب كن معايا في الطريق. يبقى أنت بتشرك ربنا معك في الشغل. قبل ما تبتدي في أي مشروع مهما كنت ذكي ونبيه وعندك خبرة قل له يا رب عايزك تشترك معايا في الموضوع، انا بدونك لا استطيع شيء. ولما تنجح في المشروع قل له انا شفت ايدك جوه المشروع. يعني ايه تشرك ربنا معاك؟
يعني تنسب إليه كل عمل ناجح يحصل معاك. واحد راح عمل عملية ونجحت، فرق بين أن يقول يا سلام على المستشفى دي وعلى الدكاترة الممتازين وعلى الأجهزة وعلى كذا وكذا، وفرق بين أن يقول إيد ربنا كانت مع الجراح وإيده كانت في العملية وظهرت محبة ربنا في العملية دي. هلأ دخل ربنا في الموضوع، ما هو انت كل ما ربنا تخليه غايب عنك وما تشعرش بوجوده هتحبه ازاي؟ وبنفس الحاجة ما تخليش مشاكلك سببها ربنا. ما هو في ناس ينسوا ربنا في الحاجات الكويسة وما يفتكروهوش غير في المصايب. يعني ايه؟ يعني واحد سقط في الامتحان ويقول له يا رب ليه سقطتني؟ هو اللي سقطك ولا اجابتك الوحشه اللي سقطتك؟ او واحد يقدم على درجه او علاوه ما تجلوش ويدوها لغيره، يقول له بقى يا رب انا قاعد اصوم لك واصلي لك وتخلي الدرجه تطير مني. يعني مشاكله كلها يروح لزقها في ربنا. حتى ان طصته عربيه في السكه مش يقول للسواق وحش، يقول له كده يا رب تكسر رجلي. فانت عايز تحب ربنا، كل الخير اللي عندك كل الخير اللي عندك انسبه لربنا، والمشاكل اللي تجيلك تنسبها اما لنفسك لاما الاعداء العدو الخير لاما للناس الاشرار، لكن ما تلزقهاش ربنا. لان الكتاب بيقول لا يقل انسان اذا جرب انه جرب من الرب. انشغل بربنا دي حال، حاول ان كل شيء يذكرك بربنا، تحول الماديات اللي انت بتشوفها الى روحيات. زي مثلا ما داود يبص للسماء يقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. السماوات والفلك بيفكروه بربنا. المسيح يشوف العصافير يقول انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع لمخازن وابوكم السماوي يقتلك، فكرته بربنا. يشوف الورود والزهور يقول تأملوا زنابق الحقل. ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها، ربنا ازاي بيديه. حاول تخلي كل حاجة تفكرك بربنا. فرق بين انك انت تروح مكان جميل جدا وتقول يا سلام على الطبيعة الجميلة دي الحلوة، او انك انت اول ما تشوف الطبيعة الحلوة دي تقول يا سلام على ربنا اللي خلق حاجات بهذا الجمال. يا سلام على ربنا اللي خلق حاجات بهذا الجمال. كل حاجة ممكن انها تفكرك بربنا. القديسين كانوا بيجدوا تأملات في ربنا في كل حاجة في كل حاجة. ده مرة واحد من القديسين ماشي فلقى امرأة خاطئة من زركشة، اخر زركشة في الدنيا، مقبلة نفسها يعني كويس. فبص لتلميذه وقال له نحن ليس فينا من الحرص على إرضاء الله مثلما في هذه المرأة من الحرص على إرضاء الناس. يعني فكروا على الحرص على الإرضاء. الإنسان اللي يحب ربنا يلاقي إيد ربنا في كل حاجة، إيد ربنا في الطبيعة. يعني أجيب لكم مثل بسيط. مرة كنت ماشي مع واحد في جنينة، جنينة بتاعت الدرع، وبعدين قلت له شايف عظمة ربنا؟ شفنا التكعيبة بتاعت عينه اهو، التكعيبة دي تلاقيها في الصيف ورق العنب طلع وغطى التكعيبة عشان اللي عايز يستظل من الشمس في الصيف يقعد تحت الورق.
وفي الشتاء تلاقيها رمت الورق كله عشان اللي عايز يتشمس في البرد يتشمس. يعني التكعيب العنباية دي الكرمة بتتشكل بالطريقة اللي تريح الناس، وكثير من الأشجار تلاقوها كده، تلاقوها في فترة الشتاء نفضت أوراقها وفي فترة الصيف امتلأت بالأوراق. في فترة الصيف تعطيك ظلا وفي فترة الشتاء تعطي مجالا للحرارة والدفء. تلاقي كل حاجة لطيفة جدا بالنسبة لربنا. يعني لقيت كلب بيجري ورا قطة، والقطة جريت طلعت فوق الشجرة. قلت لواحد، قلت له شايف اهو ربنا يعمل ايه؟ الضعيف يديله قوة على الهروب اكتر من القوي. الكلب يقدر يفترس القطة، لكن القطة تقدر تجري اسرع منه وتقدر تتشعبط فوق الشجرة ما يطولهاش وتبصله من فوق وهو يهوهو من تحت. مبسوطين من القطة ولا من نعمة ربنا على القطة؟ بنفس الدرجة تلاقوا الأسد يقدر يأكل الغزال، لكن الغزال عنده قوة على الجري أكتر من الأسد. فلما تبص المنظر كده تقول يا سلام على ربنا في عطفه في حنوه، إزاي إن هو بيخلق بيدي الضعيف فرصة ان ينجو من بطش القوي. ده يمكن تديك ايمان، تقول اه انا انسان ضعيف وفي اقوياء ممكن يبطشوا بيا، اه ربنا يعطف علي زي ما بيعطف على هذه المخلوقات. خلي كل حاجة تفكرك بربنا. اذا كنت عايز تحب ربنا تذكر احسانات الله اليك، تذكر احسانات الله اليك، تذكر احسانات الله اليك في كل حياتك. بل استطيع ان اقول لك تذكر احسانات الله اليك قبل ما تتولد. تقول لي ازاي؟ بس اقول لك لو كانت امك عاقر او ابوك عقيم ما كنتش اتولدت. لكن كنا ان ربنا خلق لك ام ممكن تولد واب ممكن يخلف عيال، اهدي اوجدتك. فتقول له اشكرك يا رب ان انا اتولدت، كان ممكن ما تولدش وممكن ما كنش موجود خالص. عشان تحب ربنا افتكر ستر الله عليك ومعونة الله ليك وانقاذ الله ليك من حاجات كتيرة جدا ومن مواقف محرجة وعدم كشفه ليك في اخطاء كثيرة. وافتكر قول داود النبي، باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس، باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. لو نسيت حسنات الله اليك مش هتحب. كل ما واحد يعمل فيك جميل وتفتكر الجميل تحب هذا الشخص، لكن لما تنسى جمايله عليك هتحبه ازاي؟ كذلك ربنا عايز تحبه افتكر احساناته اليك وجمايله، مش ليك انت بس، ليك ولكل احبائك واصدقائك وللبلد نفسها وللكنيسة. وتشوف ازاي ربنا نجاك ونجى الكنيسة كلها من حاجات كتيرة. لما بننسى الحاجات دي بتقل محبتنا لربنا. ولذلك داود كان في مخه الحكاية دي باستمرار، مش بس لما قال في مزمور 103 باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي، انما ايضا يقول لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لم تدعونا ونحن احياء. يقول الرب لا يترك عصا الخطاه تستقر على نصيب الصديقين.
يقول نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن نجوم. طب ده داود كان ملك عظيم وكل الخيرات عنده، لكن افتكر أيام ما كان زي العصفور في فخ الصيادين، منسيهاش. لو تيجي في يوم من الأيام وتكتب إحسانات الله إليك كلها، كل خير عمله فيك ربنا، كل خير، ولا تنسى شيء على الإطلاق، لكن مش تنسب الخير لذكائك. لما تنجح تقول أنا كنت مذاكر كويس جدا وحافظ الدروس ومستعد ومراجع. لا، أنت تقول يا رب أشكرك على النجاح، لأن كان ممكن تيجي أسئلة غير متوقعة أو معقدة، أو ممكن تتلخم ساعة الامتحان وما تفتكرش. افتكر إحسانات الله إليك، مش بس في الخيرات المادية وإنما أيضا في الحياة الروحية. إزاي ربنا جابك للكنيسة دلوقتي وقاعد أنت على الكرسي بتسمع؟ إزاي ربنا بيخليك تتناول؟ إزاي ربنا افتكر إحسانات الله إليك في الفداء العظيم الذي قدمه. يا ما احنا بننسى هذا الفداء العظيم، ما بناخدش بالنا ودينا ماشيين في السكة. لكن الكنيسة علشان تفكرنا خلتنا نتذكر هذا الفداء في صلاة الساعة السادسة من كل يوم. نقول له يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية إلى آخره. افتكر إحسانات الله إليك ولكل أحبائك. افتكر آلام المسيح من أجلك. افتكر كل نعمة جات لك. افتكر حب ربنا من أجل المواهب التي أعطاك إياها. يعني واحد ربنا يديله ذكاء مثلا، فبدل ما يحب ربنا الذي أعطاه الذكاء تلاقيه يغتر بهذا الذكاء ويكبر قلبه ويعجب بنفسه الذكاء. بدل ما تعجب بنفسك تشكر ربنا اللي أعطاك وتحب ربنا لأنه أعطاك. في إنسانة تبص في المراية وتشكر ربنا أن ربنا خلقها بالشكل ده، ولا تنبسط أنها هي بالشكل ده؟ ففي واحد ينبسط من نفسه وواحد ينبسط من ربنا. هذا الفرق بين اللي بيحب ربنا واللي ما بيحبش ربنا. تذكر إحسانات الله إليك، قم تنبسط. إذا أردت إنك تحب ربنا حاول إنك أنت تخلي صلاتك بحب، صلاة بعاطفة، زي ما داود كان بيصلي. لو صليت بطريقة روتينية لا تصل إلى محبة ربنا، إن صليت بعاطفة وبحب ممكن إنك أنت تصل إليه. ده بولس الرسول قال خمس كلمات بفهم أحسن من 10,000 كلمة بلسان. اتكلم مع ربنا بصراحة كده واكشف له قلبك وكلمه كده زي محب بيكلم حبيبه. يا رب أنا عايز كذا وأنا مستهلش كذا، اشرح له ضعفاتك، قل له اديني معونة في الحاجات دي، قل له اعطيني يا رب اني احبك. دي صلاة كان دايما الشيخ الروحاني ينبسط منها، يقول صلي تطلب محبة ربنا، اعطيني يا رب اني احبك، امنع عني كل شيء بيعطل محبتي ليك، خلي محبتي ليك اكتر من كل حد وأكثر من كل شيء وأكثر من كل شهوة وأكثر من كل رغبة. اعطيني يا رب اني اشتهي الجلوس اليك. اطلب منه هذا الكلام. حتى ان كنت بتحب خطية اكثر من ربنا اطلب من ربنا انه ينجيك من هذه الخطية، ليس لكي تأخذ الملكوت وانما لكي تشعر
بمحبة ربنا ليك. داود النبي كان صلاته فيها اشتياق إلى الله، يقول له اشتاقت نفسي إليك زي الأرض العطشانة إلى الماء، كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه اشتاقت نفسي إليك يا الله. خلي صلاتك فيها حب عشان توصل لربنا. ده داود بيقول له باسمك أرفع يدي فتشبع نفسي كما من شحب ودسم. تدرب على هذه الصلاة المملوءة بالحب عشان تستطيع انك انت تعيش مع ربك. من ضمن الصلوات اللي تخليك تحب ربنا التأمل في صفات الله الجميلة. حاول تتأمل في صفات الله الجميلة. فأي صفة من صفات ربنا؟ الله القوي القادر على كل شيء، الله الجميل اللي بيحب الجمال، الله الحنين على كل أحد، الله المحتمل للكل حتى الخطاة، الله الذي يعطي كل أحد حتى الأشرار لا يمنعه من نعمته. امسك أي صفة من صفات الله وتأمل فيه تجد ابتديت تحب ربنا. مش في إنسان فيكم بيحب واحد لأنه جذاب، واحد بيحب واحد تاني لأنه روحه خفيفة، واحد بيحب واحد تالت لأنه نبيه، واحد بيحب واحد رابع لأنه بيعين الآخرين وخدوم وينقذ أي حد. كمان ربنا فيه كل الصفات. كل ما تتأمل صفات الله كل ما تحبه بالأكثر. يعني أديك مثل بسيط، افرض مسكت حاجة صغيرة زي محبة ربنا للأشياء الصغيرة أو تقدير ربنا للأشياء الصغيرة. إزاي ربنا بيقول إن كأس ماء بارد لا يمكن ينساه؟ إزاي ربنا لم ينسى فلسي الأرملة وقدرهم تقدير كبير وقال دي أعطت أكتر من كل؟ إزاي إن ربنا قدر صلاة العشار اللي قرأ على صدره وقال ارحمني يا رب إن خاطئ فخرج مبرر، مجرد عمل صغير؟ إزاي إن ربنا مدح ملكة الديمن لمجرد إنها ذهبت لتسمع حكمة سليمان؟ يعني جايز حاجة محدش ياخد باله منها. إزاي امتدح زكا لمجرد إنه طلع فوق الجميزة عشان يراه؟ إزاي ربنا بيهتم ولو بدمعة واحدة لخاطر، ولو بالناس اللي بيقولوا في الساعة 11 من اليوم وما اشتغلوش غير ساعة واحدة؟ يعني ربنا ما فيش حاجة بينساه أبدا. امسك صفات الله الجميلة وخليها مجال لتأملك، وخليها تقودك إلى محبة ربنا. وإحنا بنخلي دي في القداس الغريغوري، بنتأمل في صفات ربنا وفي قطعة ارحمنا الله ثم ارحمنا في آخر كل صلاة، بنقول له الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن الذي يحب الخطاء، يعني يحب الصديقين ويرحم الخطاء الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. بتذكر صفات الله الجميلة وتتأمل فيه. إذا كنت عايز تحب ربنا لازم ما تحبش العالم معاه. شوف إيه الموانع اللي بتمنعك عن ربنا. قال إن محبة العالم عداوة لله.
والكنيسة بتقول لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم لأن العالم يبيد وشهوته معه. وبتجيب لنا الآية دي من رسالة يوحنا الأولى عشان تضعها بعد قراءة الكاثوليكون باستمرار. شوف ايه اللي بيمنعك عن محبة ربنا. ان كانت ذاتك هي اللي بتمنعك عن محبة ربنا، حاول انك انت تعالج محبة الذات. ان كان شخص بتحبه اكتر من ربنا، قول بيقول من احب كذا او كذا اكثر مني فلا يستحقني. انت كنت بتحب المادة او المال او المجد او الشهرة اكتر من ربنا، فوق لنفسك. ولا يمكن انك انت زي ما قال المسيح، ما يقدرش واحد يعبد سيدين او يكرم الهين في وقت واحد، لا اما ده لا ده. فبرضو علشان توصل لحبة ربنا لازم تمتنع عن الاشياء اللي بتقف عائق امامك وامام محبة ربنا. ولذلك تصل الى محبة ربنا بالتوبة. الانسان اللي مش تايب هيوصل لمحبة ربنا ازاي؟ لكن بالتوبة، لما تترك الاشياء اللي بتعوقك تستطيع انك توصل الى محبة ربنا. ولذلك البعض يقول من ضمن الأشياء اللي توصلك إلى محبة ربنا التجرد، حياة التجرد، يعني البعد عن محبة العالم والأشياء التي في العالم. إن أردت إنك تحب ربنا تأمل في سير القديسين. في الحقيقة سير القديسين بتخلي الإنسان يشتعل بمحبة ربنا وبترفع مستواه الروحي الى السماويات، لان بيشوف الناس اللي بقوا صورة ربنا ومثاله. يشوف القديسين مثلا دالته مع الله، ايه الدالة مع الله؟ ازاي كان بيكلم ربنا كده واخد عليه يعني؟ ازاي ابراهيم يقول له اديان الارض كلها لا يصنع عدلك؟ اتهلك البر مع الاسيم؟ ايه الدالة دي؟ ازاي موسى النبي يقول له اما تغفر لهؤلاء الناس او تمحو اسمي من كتابك الذي كتبت؟ ايه الكلام ده؟ ايه الدالة العجيبة اللي بينهم وبين ربنا؟ لما تقرا حياة القديسين اللي قيل عنهم ان العالم لم يكن مستحقا لهم، الارض لم تكن مستحقة انهم يدوسوها باقدامهم، تلاقي نفسك ابتديت تشتاق الى هذه الحياة اللي تعيش فيها مع ربنا. لما تشوف القديسين دول ازاي احبوا ربنا، ازاي تركوا كل شيء وتابعوه، ازاي سابوا الاهل والبيت والاولاد ومشوا وراه، ازاي قالوا له احنا مش ممكن نسيبك لان كلام الحياة الابدية هو عندك، ازاي واحدة زي مريم كانت بتجلس عند قدميه تتأمل وتسمع كلامه، ازاي القديسين اللي عاشوا في البراري والقفار من اجل عظم محبتهم في الملك المسيح، ازاي القديسين اللي استشهدوا من اجله وكانوا بيرنموا فرحانين وما همهمش الدنيا وكل اغراءاتها من اجل محبتهم لربنا. كل دي تخليك تشعر بمحبة ربنا. القديسين اللي ربنا ادهم معجزات وادهم مواهب من اجل محبتهم ليه ومحبته ليهم، لما تقرأ الحاجات دي تلاقي قلبك ابتدى يلتهب بالنار. كل ما تقرأ سير القديسين، اللي ما بيقراش سير القديسين بتقل محبته ربنا. بتجد نماذج حية كده الناس احبوا ربنا وعاشوا معاه. لما تقرا مثلا عن ظهورات القديسين واعمالهم بعد الموت حتى، او ظهورات الرب لهم، تشعر باشتياق للحياه دي.
بل لما تقرأ عن طريقة انتقال القديسين من هذا العالم، القديس اللي انتقل بس لقوا الأوضة كلها رائحة بخور أو لقوا نور، القديس اللي قبل ما ينتقل ظهرت له رؤى وظهروا له قديسين تاني ياخدوهم معاه، على رأي الكتاب لما يقول لتمت نفسي موت الأبرار ولتكن آخرتي كآخرته. القديسين اللي ربنا بعت لهم ملائكة يحملوا أرواحهم إلى فوق زي لعازر المسكين، بيقول مات وحملته الملائكة. زي مرة القديس الأنبا أنطونوس كان واقف مع تلاميذه وبعدين سهم كده وقال لهم عمود كبير في البرية قد سقط اليوم، انتقل اليوم. قالوا له مين؟ قال لهم الأنبا أمونيوس أب جبل متري. قالوا له عرفت ازاي؟ قال رأيت روحه تحملها الملائكة وتزفها بالألحان إلى السماء. أنا هنا وأقف متعجب من اتنين، من أمونيوس ده اللي الملائكة زفوا روحه كده للسماء بالألحان وهم فرحانين بأنهم يستقبلوه، وبين أنبا أنطونوس اللي شاف المنظر ده. لما تقرا الحاجات دي تقول كل الحاجات دي بتحصل وانا مرمي هنا ولا رايح ولا جيت ولا عملت ولا سويت، تلاقي نفسك فقت وابتديت تروق لنفسك وتقول انا عايز ابقى زي دول. او مثلا لما تقرا عن واحد زي اخنوخ يقول صار اخنوخ مع الرب ولم يوجد لان الرب اخذه اليه. انا كل ما افكر في الحكايه دي ويتيألي أخنوخ ماشي مع ربنا قاعدين يتمشوا كده، وبعدين ربنا قال له إيه رأيك يا أخنوخ ما نطلع فوق أحسن ونقعد فوق بدل الفتادي، كلام كده لطيف قوي واحنا قاعدين هنا. وبعدين ربنا يقول أخنوخ أهو ما زقش الموت لغاية دلوقتي، يقول هنزله في آخر الزمان. ده إيه العز ده؟ ولا إيليا اللي خده في مركبة نارية وطلع لفوق؟ ولا إيليا اللي يقول في يوم من الأيام زعل من أجل عبادة الأوثان فيقول إيه؟ لا يكن مطر ولا طل على الأرض إلا عند قولي. طب إيليا يقول لغاية لما يشاء ربنا، بقول لك إلا عند قولي. ده دل الراجل واثق من نفسه وواثق من علاقته بربنا وواثق عند قوله، يعني عند قول الله ما يعني الحكاية ماشية مع بعضها يعني. ده ايه الحكايه دي؟ انت لما تلاقي حاجه زي ده تبتدي تحب ربنا اللي الناس عندهم داله زي كده، عندهم داله. سير القديسين تخلي الواحد يحب ربنا، لذلك الكتاب المقدس مليان بسير القديسين. هو كده مقدس ايه؟ ده غالبيته سير القديسين وطريقه معامله الله معاهم، غالبيته كده. ولذلك تلاقي غالبية أسفار الكتاب المقدس بأسماء القديسين، يعني تلاقي ده سفر صمويل، ده سفر رعوس، وأسفار الأنبياء ده بتاع أشعياء، ده بتاع عبيديا، ده بتاع أرميا، يعني بتاع دميان، ما متسمين بأسمائهم. حتى الأسفار الأولى الأولانية بتاعت التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية سموها أسفار موسى الخمسة، يعني بتاعة موسى، ويقول لك شريعة موسى وناموس موسى، حاجة كده ناس خدوا عدلهم واتمتعوا بالدنيا والآخرة، عاشوا في الدنيا مع ربنا مديهم مسؤوليات كبيرة وعاشوا في الآخرة معاه، حاجة جميلة وحلوة وربنا يتسمى بيهم، يقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ما أنت رب إله الدنيا كلها، معلش، لكن دول بالذات دول لهم كرامة معينة، خلاص ناس لهم حظ، حظهم هو ربنا، لأن داود يقول نصيبي هو الرب، يعني حظي هو ربنا، عاشوا ربنا فربنا ما سبهمش.
او تلاقي ربنا يديهم مفاتيح السماوات والارض. ايه يا رب الحكايه دي؟ مفاتيح السماوات والارض. كلمه لطيفه قالها الشيخ الروحاني، قال ايه؟ قال زي ابن استؤمن على خزائن ابيه فبيصرف منها زي ما عايز. ابوه اداله خزائن وقال له تدي اللي انت عايزه. نسمع مثلا عن واحده ست ما عندهاش عيال، تروح لأنبا ابرام اسقف الفيوم القديس يقول لها روح يا بنتي ربنا يديك وقت كده على طول، حتى من غير صلاه، حتى ايه من غير صلاه يقول لها روح هيجي لك كذا. القديسين دول بيخلوا العقل يرتفع لمستوى كبير، يشوف ايه صداقتهم مع الله، يشوف ازاي ربنا بيدافع عنهم. يجي الكتاب في سفر العدد اصحاح 12 يقول موسى اخذ امرأة كوشية تقول عليه هارون ومريم اخته، وهارون ومريم دول مش صغيرين، ده هارون ده رئيس الكهنة ومريم دي نبية. ربنا يظهر لهم ويدافع عن موسى ويقول لهم انتوا مين انتوا؟ ده اذا كنت بكلم واحد فيكم بكلمه في حلم ولا رؤية، لكن موسى ده امين على كل بيتي اكلمه فم الفم. وراح ضارب مريم ضربة خلاها برصاء اسود. يا رب، قال له بس هي تتكلم على موسى عبدي واسمها؟ مستحيل. ده ايه يا رب الجمال ده؟ وموسى عبدك ده ايه؟ ده امين على كل بيتي. ده انت لما تشوف كده ما تشتاقش تعيش مع ربنا وتحبب. او ابراهيم يجي ابي مالك ياخد مراته وقال دي اختي، فربنا يصلي يقول له اوعى تقرب على الست دي، ده زوجها نبي لو غضب عليك تضيع تروح خالص. يا رب ما هو اللي قال دي اختي، قال له بس خاف. لان دول ليهم داله عند ربنا، ليهم ايه؟ داله عند ربنا. فانت بسير القديسين ممكن توصل لربنا، ممكن انك انت تصل الى محبه ربنا بعمل وصاياه، لان بيقول من يحبني يحفظ وصاياه. تصل الى ربنا بالمخافه، تبتدي بالمخافه توصل الى المحبه، ده موضوع طويل عايز له حاجه لوحده. ممكن تحب ربنا عن طريق محبه القريب، لان الكتاب بيقول ان كنت لا تحب اخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه. فتحب اخاك الذي على الارض توصل لمحبه ربنا، تحب الخير والفضيله توصل الى محبه ربنا.